أستاذ وليد، شكرا أستاذ محمد، ونشكر مركز دعم على الفرصة هذه. أنا يشرفني أني نكون من شرفينا الأصوات احنا. اللي يعني تتناقش وتتحاور في موضوع مثل هذا، خاصة بعد كل الأشخاص اللي سبقوني واللي نحترم آرائهم برشا وخاصة خبراتهم. باش نبدأ إجابة على سؤال السيد نوف الجمالي، لا، الدستور غير تقدمي ولازم عمرنا ما نشك في هذا الشيء. ممكن الممارسة السياسية هي متخلفة عن الدستور أو عن ما يعني يعدنا به الدستور، ولهنا أنا يظل يكمن دور المجتمع المدني أنه يذكر الطبقة السياسية بهذا الشيء ويدفع من أجل تطبيق الدستور اللي موعدنا به، خاصة من حقوق وحريات وممارسة ديمقراطية حقيقية مش صورية. باش نحاول أنا نقطع شوية مع الصورة المتشائمة اللي نتفهمها، يعني أي شخص موجود في مجلس نواب الشعب في الأيام هذه أو في السنوات الماضية ممكن صعيب أنه يحاول يشوف الجانب المتفائل، لكن أنا نشوف أنه التشاؤم هو رفاهية في وضعنا الحالي. صحيح يعني صعيب أنه نشوف المخرج من الوضع اللي احنا فيه، لكن ما عندنا حتى خيار إلا أن احنا نشوفه مخرج، ولهنا نتحدث كمواطنة، لأنه ممكن يعني نسمع الحديث حول كيفاش المحكمة الدستورية سيتم استعمالها من أجل الضغط على الرئيس أو من أجل الضغط على رئيس الحكومة، وكل هذه الصلاحيات اللي هي تمس التنازع الاختصاص ما بين رأسي السلطة التنفيذية وما وبين نظر في دستورية مشاريع قوانين، يعني في سلطة أو ممارسة السلطة التشريعية لصلاحياتها. لكن أنا نشوفها من منظور المواطن، أنا كمواطنة في تونس أنا نخجل أني موجودة في بلاد ما أنا غير قادرة فيها أمام المحكمة أني على الأقل نعترض على دستورية قوانين عندها سنوات، يعني حتى ما قبل الثورة، هو في قوانين بعد الثورة احنا نشكوا في الدستورية، فما بالك بالقوانين قبل. ففي هذا السياق أنا مستحيل نقول أنه مستحيل نستند على رفاهية نقوله ما ينجمش يكون عندنا محكمة دستورية لأنه الآن الوضع السياسي غير ملائم. أنا واعية رغم هذا كمواطنة عايشة في تونس وتابع شأن العام أنه كل ما يتعدى الوقت كل ما تنقص الفرص متاعنا أنه يكون فما محكمة دستورية كما تمنيناها. طبعا كل شخص يتمناها حسب نواياه وحسب طموحاته وحسب رغباته في ما ستحققه المحكمة الدستورية. المجتمع المدني لهنا، وطبعا لهنا أنا مانيش ناطقة باسمه لكن ناطقة من شخص مارس العمل في المجتمع المدني من مؤسسات مختلفة ومن مناصب مختلفة، وشاف تطور الملف المحكمة الدستورية من قبل مصادقة الدستور خلال نقاش القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية ومحاولة التصويت أو منح الثقة لبعض الأعضاء ثم تنقيح القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية. أولاً أنا يظهر لي لازم نتفق أنه دور المجتمع المدني هو دور غير محدود، وأنه الحدود اللي احنا نشوفوها للمجتمع المدني في تونس هي حدود مبنية على ليس فقط الضوابط القانونية اللي هي تضبط عمل المجتمع المدني، لكن أيضاً ضوابط سياسية وتاريخية اللي هي تأثر على مدى الحدود اللي مستعد المجتمع المدني أنه هو يدفعها أو يتجاوزها خلال الممارسة السياسية متاعه. وأنا نشوف أن المجتمع المدني هو يقوم بممارسة سياسية لأنه هو يخوض في الشأن العام، لكن المفروض ما تكونش ممارسة حزبية وهذا شيء آخر، أو على الأقل يصرح بالنوايا متاعه إذا هو يسعى إلى الحكم في الأشكال الموجودة عندنا في الدستور أو في النظام السياسي متاعنا. ودور المجتمع المدني في المحكمة الدستورية في تونس ما يلزمش زادة نقراوه بمنأى عن دوره اللي لعبه في أمور أخرى أو في محطات أخرى. يعني أنا نلاحظ أنه المجتمع المدني أحياناً نرضينا أنه هو يكون عنده دور سياسي بامتياز مثلاً في الحوار الوطني في 2013، لكن فجأة يولي عنا حرج كبير كيف نحكيه على دور المجتمع المدني في حلحلة يعني مأساة حقوقية أنا نشوفها كما مسألة المحكمة الدستورية. وهذا ما هوش ملامة، هو فقط ما يعني اللي نشوفه. مهم زادا نقارن عمل المجتمع المدني في خصوص المحكمة الدستورية بعمله في إرساء هيئات أخرى مشابهة، سواء هيئات دستورية اللي هم الخمسة هيئات دستورية أو هيئات منصوص عليها قوانين مثل هيئة النفاذ إلى المعلومة. لو ممكن نعمل صورة كاريكاتورية، دور المجتمع المدني بالأساس يكون تقني، يعني ينظر هو في مشاريع القوانين، يحاول يعمل حملات مناصرة من أجل الدفع من أجل القوانين أو تنقيحها. وفي كما ذكر الأستاذ قبلي خاصة الأستاذ شفيق صرصار في كثير من الثغرات اللي تعدت حتى في القوانين اللي ينظر فيها المجتمع المدني، وهذا حاجة طبيعية يظهر لي.
وإلا دور من أجل الضغط من أجل الجلسات، يعني الضغط من أجل الإرسال. وهذا مشابه على فكرة في الهيئات، يعني عمره ما كان المجتمع المدني مثلاً عنده مرشح هو اللي يشجعه أو يدفع من أجله. ولهنا طبعاً أنا قاعدة نحط المجتمع المدني تحت نفس المظلة، المجتمع المدني مختلف ويعكس إيديولوجيات مختلفة، وهذا حاجة طبيعية زاد. لكن ما شفناش أنه فما نقاش مثلاً ما بين المرشحين أو الدفع من أجل المرشحين. قربنا شوية عام 2020 وإن كان فما اعتراض على مرشحين موجودين للمحكمة السورية، وكان فما جمعيات اللي هي أبدت هذا الاعتراض بشكل علني، وحتى في هذا الاعتراض كان فما حرج كبير لأنه خوف من دخول المجتمع المدني في حدود السياسة المشبوهة، وممكن هذا يعود لمشكلة ترشيح الكتل لأعضاء المحكمة الدستورية. السؤال اللي نحب نطرحه اليوم هو هل ضغط المجتمع المدني إلى حد الآن أدى إلى نتيجة حقيقية؟ كيف نقول نتيجة ما هيش فقط إرساء محكمة دستورية، لأنه يعني ممكن نرسي محكمة دستورية سيئة جدا، سيئة بمعنى أنها تخلي الواقع متاعنا السياسي والحقوقي أسوأ. لازمنا يعني نحدد شنو هو النتيجة اللي نتمنى المجتمع المدني يوصلها، وحسب رأيي لازم تكون نتيجة نوعية، يعني يكون عندنا محكمة دستورية هي، أنا نشوف المحكمة الدستورية هي هيكل سياسي بامتياز، بمعنى هو لازم يعكس نظرة الأعضاء اللي موجودين في المحكمة الدستورية، ولكن ليس له هيكل حزبي رغم أنه الأحزاب هم اللي صوتوا ليه. باش يوصل المجتمع المدني نجم يعمل ضغط يؤدي إلى محكمة دستورية جيدة من هذا المعنى، إرسال المحكمة الدستورية لازم ناخدوه في السياق السياسي متاعه، ولازم نشوفه هل المجتمع المدني عندما يطالب محكمة دستورية أو يطالب بعدم إرساء محكمة دستورية، لأنه ولينا نسمع للصوتين، هل هو يعني يطالب محكمة دستورية لملء فراغ مؤسساتي ودستوري فقط، وهذا حسيناه مثلا في وقت مرض الباجي قايد السبسي الله يرحمه والوفاة بتاعه، ونحسوه كل ما يكون فما أزمة سياسية، ولو أنه صديقي مهدي العش وضح يعني بوضوح تام وشديد أنه مش دائما المشاكل الدستورية اللي عنا كانت المحكمة الدستورية ممكن تحلها، ولكن هل المجتمع المدني الهدف متاعه أنه ما يكونش عنا فراغ، ومهما كان يملأ هذا الفراغ الفايدة يكون عنا مؤسسة، ويظهر لي واضح أنه وجود مؤسسة ما ترتقيش للتوقعات وتتعثر من الأول ممكن يضر أصلاً، وممكن الفراغ يكون أحسن، وإلا المطالبة بالمحكمة الدستورية في نوع من الحكم على نوع النظام السياسي اللي يحكم فيه. بمعنى، وهذه حاجة نحسها عن طريق النقاش مع المجتمع المدني، فما حرج كبير قاعد يزيد كل ما يزيد الوقت في التعامل مع مجلس نواب الشعب مثلا. هل توقع أي حاجة من المجلس الحالي، ولهنا ما نيش نحكي فقط بسبب المكونات السياسية اللي موجودة، أيضا بسبب الممارسات اللي قاعدة تتم في مجلس نواب الشعب وما هوش قاعد يتعامل معها مجلس نواب الشعب بطريقة جدية، هل مطالبة مجلس كما هذا يعني احنا قاعدين نطبعوا مع هذه الممارسات او مع المنظومة هذه اللي هي واضح جدا قاعدة تفشل على عدة نواحي، يعني من ناحية الجائحة، من ناحية محافظة على حقوق الناس، من ناحية منع العنف الى اخره، هل المطالبة بمؤسسة اخرى هي وليدة نفس المنظومة، نوع من التطبيع ولا لا؟ أنا ما عنديش إجابة على هذا السؤال، لكن فهم دور المجتمع المدني لازم يؤخذ من هذا الاعتبار زادة. ما تنجمش تكون أنت جمعية قاعد تستنكر بشدة من معظم أداء مؤسسات الدولة سواء حكومة أو مجلس نواب الشعب، وفي نفس الوقت تقول مش نحط هذا على حدة ونقول هيا يا مجلس نواب الشعب لازم تنتخب محكمة دستورية. طبعا هذا ممكن، حتى أنا في الآخر باش ننهي ببعض الحلول اللي نقترحها، لأنه أنا نشوف أنه أبداً ما استنفذناش كل الإمكانيات، ولو أنها تكون صعبة كل ما يمر الوقت. إذن هذه حاجة لازم نطرحوها، نجموش نطلبوا من المجتمع المدني حاجة تعكس انفصام في المبادئ أو في التوجهات المعلن عنها بصراحة شديدة، وكل ما يزيد تأزم الوضع كل ما المبادئ تولي يصبح الإعلان عليها أوضح، كل ما التراجع أو الهامش النقاش فيها يصبح أصغر، يعني هذا سواء أحزاب ولا كتل ولا نواب وإلا مجتمع مدني. المطالبة بالمحكمة الدستورية أيضاً في حكم على الممارسة السياسية حالياً، يعني لو أحنا نقبل مثلاً أن نطالب رئيس الجمهورية يعلن الحالة الاستثنائية حالياً كمجتمع مدني نحكي، وإحنا واعيين أنه فما غياب للمحكمة الدستورية، هذا توجه يقوم به المجتمع المدني ونوع من القبول بتأويل معين للدستور
اللي هو ممكن يفتح ابواب متعدده، ولازم المجتمع المدني ياخذ هذا بعين الاعتبار. حكيناه مجتمع مدني بكل الاطياف نتاعو، وقت يطالب المجتمع المدني انه احنا مشكلتنا هو النظام السياسي ولازم نعدلوه، هل المجتمع المدني قابل انه نعدل النظام السياسي اليوم في الدستور في ظل غياب المحكمه الدستوريه؟ واذا هو يشوف انه تعديل النظام السياسي لازم، هل هو سيسعى من اجل وجود محكمه دستوريه للقبول بهذا الشيء؟ هذا الكل ما ينجم نشوفوه الا من زاويه نظر المحكمه الدستوريه. عزل رئيس الجمهوريه، نسمع برشا ناس يقول لك انه مثلا رفض رئيس الجمهوريه الامضاء على مشاريع قوانين او قبول قسم وزراء تم منحهم الثقه، هذا امر غير دستوري. هل احنا مستعدين نناقش هذا الشيء في غياب المحكمه الدستوريه فقط لانه استحاله ويعني ارسائها؟ تنازع الاختصاص، وقت احنا نشوفوا رئيس جمهوريه اليوم او البارح في الليل يعني يعطي اوامر لمدراء في وزاره الداخليه، وهذا يعني تنازع اختصاص، ينجم يكون محل تنازع اختصاص ما بين رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه. هل احنا مستعدين نعطيه هيكل اخر اللي هو الهيئه الوقتيه لمراقبه دستوريه مشاريع القوانين النظر في تنازع الاختصاص ام لا؟ هذه كل اسئله لازم المجتمع المدني يطرح على نفسه هذا السؤال. الى اي مدى انت ممكن تشوف احتمالات اخرى لمشاكل اخرى سياسيه موجوده اللي هي كلها تحت ظل المحكمه الدستوريه؟ وهل انت مستعد تطالب بمحكمه دستوريه فقط من اجل عدم ممارسه هذه الصلاحيات في غياب هذا الهيكل؟ هذه اسئله انا شخصيا ما عنديش اجابه عليها، لكن لازم يتم الاجابه عليها كمجتمع مدني حتى لو اختلفت الاراء فيها. اذا كان للمجتمع المدني راي واضح في هذه المواضيع، يعني عندك مجمعيات رايها واضح انه حاله استثنائيه دون محكمه دستوريه هذا امر غير دستوري، وتلقى جمعيات عندها راي واضح من قانون معين انه غير دستوري، وتلقى علاش ما عندناش راي واضح في مرشحي المحكمه الدستوريه اللي هم غضوه باش يكونوا الاشخاص اللي يحكموا بدستوريه شيء من عدمه؟ وهذا سؤال ماهوش انكاري، هذا سؤال حقيقي. علاش احنا كمجتمع مدني نسمح لنفسنا انه يكون عندنا تاويل دستوري نوعا ما لبعض الامور اللي تصير، ونسمح لنفسنا نحكم على يعني ما يقوم به رئيس الجمهوريه؟ نسمح لنفسنا، قصدي نعطيه لنفسنا شرعيه انه احنا نقوم بهذا الشيء او نخوض بهذا الشيء. طبعا نشوف عندنا الحق نقوم بهذا الشيء، ولكن لو نعطيه لنفسنا الحق نخوض بهذا واحنا واعيين يأثر المجتمع المدني وقت يقول حاجة لأنه عنده ظهور إعلامي أنه يؤثر على الرأي العام، علاش ما يخوضش في مرشحي المحكمة الدستورية؟ نقول يخوض طبعاً، أنا لهنا فما التجارب مختلفة حول العالم، فما تجارب كما مثلاً التجربة الأمريكية وين المجتمع المدني بوضوح يكون عنده مرشحين يدفع من أجلهم في المحكمة العليا، ولكن المجتمع المدني مختلف في أمريكا لأنه ينجم يكون متحزب ومجتمع مدني. هذا ما هوش الواقع في تونس، لكن في تونس ما نزموش نكون من جهة أخرى من الحياد، لأنه هذا حياد قد يضر حسب رأيي في الممارسة السياسية اللي هي باعتراف النواب اللي موجود معانا فشلت في إرساء محكمة دستورية ذات نوعية ممكن تضمن حقوق الناس اللي هي موجودة في الدستور. من الأشياء اللي ممكن المجلس المجتمع المدني أنه يدافع من أجلها من غير ما يفقد الموضوعية متاعه، مانيش نقول ما نحبش كلمة الحياد، يفقد الموضوعية متاعه. مثلا علاش المجتمع المدني ما يكونش واضح جدا في المرشحين المحكمة الدستورية المفروض ما يكونش أصلا يخوض فيهم مجلس نواب الشعب؟ وقت أنت يكون عندك مرشحي محكمة دستورية اللي هم عندهم مواقف واضحة غير ديمقراطية، مواقف واضحة ضد حقوق الإنسان، أو ما عندوش مواقف أصلا، يعني هو مرشح مجهول لمحكمة دستورية اللي هي تنظر في تعديل الدستور، تنازع الاختصاص، دستورية قوانين، دستورية مشاريع قوانين، تعديل الدستور، عازل رئيس الجمهورية، كيفاش يتجرؤوا كتل انها ترشح اشخاص ما عندهم حتى تاريخ ممكن اصلا النقاش فيه، فما بالك نقاشهم او دون نقاشهم في ذلك؟ هذه اشياء المجتمع المدني هو اللي لازم يدفع ضدها، والحقيقة الى حد الان لم يتم هذا بشكل جدي، ولهنا هذا ماهوش حكم على ما قام به المجتمع المدني لكن حكم على النتيجة، بمعنى انه هذه فرصة المجتمع المدني لازم يفاوض مجلس نواب الشعب بمدى أخذه على محمل الجد الترشيحات اللي صار، يلزم يفاوض مجلس نواب الشعب بمدى أخذه على محمل الجد النقاش مع المرشحين. أنا شخصياً كنت موجودة في أول جلسة للتصويت على أول دورة لمرشحين محكمة دستورية،
في وسط الجلسة العامة كان فما نائب ومانيش مش نذكر اسمه لكنه موجود في الجلسة العامة لأنها مذاعة للعموم. في وسط الجلسة العامة النائب طلب نقطة نظام وقال سامحوني أعطيتوني ورقة فيها أشخاص لكن ما أعطيتونيش السيرة الذاتية للأشخاص. يعني عندنا نائب شعب في المجلس السابق اللي احنا نقوله المجلس هذا أحسن نحكي لكم المجلس السابق، نائب عن شعب اللي هو كان مستعد يشارك في جلسة التصويت على أعضاء محكمة دستورية باش تبقى 9 سنوات يعني تتجاوزه هو وأكبر منه في الصلاحيات، لأن يعني أنا نشوف المحكمة الدستورية هي أكبر هيكل عنده صلاحيات مش معناها الأهم لكن صلاحيته تمس كل السلطات وتتجاوزهم في المدة النيابية، ما يعرفش شكونهم الأشخاص. لهنا أنا ما نجمش نجي نلوم أنه هم هذه نوعية المرشحين وما نجمش نلوم، هذا السلطة التشريعية لا تأخذ على محمل الجد الدور متاعها في ترشيح أعضاء المحكمة الدستورية. وهذا على فكرة يصير في أعضاء الهيئات، احنا كل ما يمر الوقت كل ما ينقص أخذ السلطة التشريعية هذا على محمل الجد. بعد ما كنا نستمع لأعضاء هيئة الانتخابات قبل الدستور مثلا كان فما استماع لهم في الجلسة العامة تم إلغاء هذا عن طريق تنقيح الدستور تنقيح القانون المتعلق بالهيئة. كيفاش أنت عندك اليوم محكمة دستورية ما نعرفوش وجه الشخص صوت الشخص وأراء الشخص؟ لهنا علاش أنا نعطيكم دليل المجتمع المدني عنده دور. الجمعية الوحيدة اللي أنا على عينيها اللي قامت بهذا الشيء وهذا كل في الورقة باش يكون موثق وبتجمع تطلعوا عليه إن شاء الله، جمعية أنا يقظ مثلا وقت اتصلت بالمرشحين المحكمة الدستورية واللي وافقوا أنه هم يعني تعمل لهم مثل نوع من الحوار باش يعطيوا الآراء متاعهم اللي قامت به جمعية، ولو أنه كل شخص كان فما 4 دقائق خاصة به طبعا لا تشمل كل آراءه، فجأة تلقى الناس يناقشوا آراء المرشحين للمحكمة الدستورية ويناقشوا هذا الشخص لو كان في محكمة دستورية في المستقبل زعم شنو القرار اللي باش ياخذه في عندما وقت يتعدى قانون خاص بالحريات الفردية، وقت يتعدى قانون خاص بالجباية والعدل في الجباية، وقت يتعدى قانون خاص بأي حاجة نجم نتخيلوه. هذا لم يحدث، حدث مرة برك العام هذا، وهذا بالنسبة لي تقصير. طبعا ما عندناش أعضاء محكمة دستورية وطبعا ما فماش زخم شعبي يدفع من أجلها. مثال يعني باش نعطيكم شايمة لو تسمح شايمة ممكن تختزل شوية لأنه بالنسبة لعام متدخلين آخرين. أوكي باش نختم في دقيقتين. إذا المجتمع المدني باش ينجم يعرف الدور متاعه وباش ينجم يحدد الدور متاعه وباش يكون فما قبول للدور متاعه وما يكونش يعني تجاوز للنظرة العامة اللي الناس ينظروها لدور المجتمع المدني، لازم يكون عنده إجابة واضحة على هل المقاومات السياسية الحالية قادرة على إيجاد محكمة دستورية جيدة ويعطي معنى لمعنى كلمة جيدة، مش فقط قادرة على إيجاد محكمة دستورية، لا يلزم تكييف معنى إيجاد محكمة دستورية لازم تكون جيدة بمعنى أنها لا تهدد الديمقراطية وتحافظ على الحقوق والحريات. طبعا هذا مفتوح للتأويل لبرشا ناس، كل واحد يحط الحقوق والحريات اللي هي أولوية بالنسبة لي، لكن الدستور هو واضح فيها. بالنسبة لي ما يمكن أن يسعى من أجله المجتمع المدني هو الضغط على الجهات الثلاث المسؤولة على إرساء المحكمة الدستورية. بالنسبة لمجلس نواب الشعب لازم يكون هناك منهج أكثر شفافية في الأعضاء، جلسات استماع للأعضاء، وهذا تمنيت يكون في التنقيح بعد ما نقحوا في تغيير الأغلبية نقحوا من أجل جلسات استماع داخل مجلس نواب الشعب تذاع للعموم، هكاك الكتلة اللي ترشح شخص فارغ تحشم من هي ترشحه، والكتلة اللي هي مرشحة شخص يعني عنده من الخبرة ومن الآراء تكون فخورة به وبآرائه اللي هو بيشاكسها للعموم. على مجلس أعلى القضاء المجتمع المدني عنده دور عظيم في المجلس الأعلى القضاء، وتم التطرق إلى مسألة النظام الداخلي أنه غير موجود. لازمنا نتذكر أن النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اللي هو مبني على النظام الداخلي للمجلس الوطني التأسيسي كان الصياغة متاعه بالتعاون مع المجتمع المدني، وحتى شيء ما يمنع المجتمع المدني أنه هو يساهم في صياغة نظام داخلي للمجلس الأعلى القضاء، وفما جمعيات متخصصة في مجال القضاء نجم هي تستبق هذا الإشكال وتساند المجلس على القضاء في صياغة نظام الداخلي متاعه، وإذا هو تردد في هذا يلزمها تضغط عليه، لأنه مجلس على القضاء ما عندوش نظام داخلي، هو مجلس على القضاء لن ينتخب أعضاء محكمة دستورية، لكن هو أيضا مجلس على القضاء لا يقوم بالدور متاعه في قضاء عادل كما هو الدستور ينص عليه.
اخر حاجه المجتمع المدني اللي قاعد يلتقي مع رئيس الجمهوريه، انه رئيس الجمهوريه قاعد يقابل في جمعيات وطنيه او جمعيات محليه، قاعد يقابل فيهم، اذا هو منفتح نوعا ما لبعض مكونات المجتمع المدني ممكن اكثر من مكونات السياسيه، يلزم يسعى الى توضيح موقفه من المحكمه الدستوريه. ومواقف رئيس الجمهوريه من المحكمه الدستوريه ما لازمهاش تكون مواقف موجوده في رسائل نفهموها فقط من زاويه العركه نتاعو مع السلطه التشريعيه او رئيس مجلس نواب الشعب. يلزم المجتمع المدني ينتظم ويسائل رئيس الجمهوريه عن رايه من المحكمه الدستوريه ويسائله من سيسميه. هذه حاجه تمنيتها تصير خلال الحمله. احنا مثلا وهذه باش نختم فيها سامحني محمد وليد، في الحمله لو تلاحظوا رؤساء المرشحين لرئاسه الجمهوريه سالناهم عن ارائهم من بعض المواضيع، تمنيت لو كنا سالناهم عن معايير اختيارهم لمرشحي المحكمه الدستوريه او بعض الاسماء اللي هم مستعدين يرشحوهم للمحكمه الدستوريه. في الختام، مساله المحكمه الدستوريه راهي صحيح مساله ديمقراطيه ونظام سياسي، لكنها مساله مفصليه في حياه المجتمع المدني التونسي حسب رايي، لانه اذا قبل بالدور التقني فقط واكتفى به، اذا هو قبل بانه يصبح مدجن فقط، مجتمع مدني ياخذ قرارات او ياخذ مواقف تقنيه جدا ما عندهاش حتى روح سياسيه، واذا قام بدور سياسي منحاز وهذا الجانب الاخر من الطيف، اذا هو يخسر كل الموضوعيه نتاعو. لازم الحذر، لكن في نفس الوقت لازم يكون فما شجاعه تامه.